واخيرا حلقه عن المنتجات المصريه. بعد ما بقى فيه طلب جماهيري على المنتجات المصريه حاليا في السوق، فكان لازم نعمل حلقه عن المنتجات المصريه صنعه في مصر، ومش صنعه في مصر بس، لان في منتجات بتصنع في مصر بس هي شركه نفسها مش مصريه. احنا حاولنا نجيب المنتجات المصريه تمام، ولكن الحلقه دي ما فيهاش اي نوع من انواع الطبطبه. يعني احنا هنقول رايها بكل صراحه، لان انا مؤمن ان من خطوات التطوير النقد بشكل ما او باخر، مش مننا بس كعمر، من السوق بشكل ما. فالحلو هنقول الحلو وهنديله بوينت بتاعه دي، والوحش او المش حلو لازم نوضح رأينا في حاجة زي كده. احنا فعلا محتاجين الفترة دي منتجات جامدة جدا تبقى معنا في السوق. يعني تعال نبص جبنا ايه. جبنا كل ده تمام، بس مش ده بس، يعني في تاني وده كمان ربنا يسترها علينا. يعني انا مش عارف، انا الحلقه شكلها طويله، فايه مع بعض بقى. يعني حاجتك حاجتك هجيب حاجه تشربها سخنه ساقع شوكولاته بتاع، وتعالى وتعالى نشوف هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده. تحب تجرب الحاجات المصريه؟ اجرب ولا هتمشي؟ لازم اكملها للاخر. تعالى تعالى. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ بص، الفيديو زي ده حاجه بسيطه جدا. انت بتاع عربيات مش بتاع اكل، فانا عايز بس منك حاجه واحده، حلو مش حلو؟ ما جوتش يعني؟ لا، لو عايز براحتك، بس لو قلت حلو او مش حلو بالنسبه لاعتقد ناس كفايه. ماشي، اتفقنا. اندرستود. كنا جايبين مشروب غازي اسمه بيج، هذا المشروب الغازي هو مكتوب صنع في مصر بس تقريبا الشركه مش مصريه. فانا عامل الحلقه دي مخصوص للحاجات المصريه قدر الامكان، فانا عايش هخرجه بره المصري دلوقتي. في واحد تاني ما هو في بيج كتير الصراحه، انا جايب كذا بيج عشان انا بحاول اعمل الحلقه دي مصري صرف، مع ان هو معمول في مصر بس ايه هنجنبه دلوقتي. ماشي، في بيج ثاني جاهز، هناخدهم كاتيجوري كاتيجوري. هناخد الشيبسيات، بعد كده ناخد الفهم كده يعني معايا. نفسك جامده؟ نص نص. يلا بينا نبدا بالشيبسز. اوكي يلا بينا. تحب تبدا بايه؟ يعني بص، في حاجه مش في غزاره في الانتاج. فلامينكو مخبوز مش مقلي، اديني. تعال نوسع كده، بحبه انا بتاع ده صراحه. في واحد تاني طعم السوداني، هو ده هنشوف بقى. ده بالجبنه، وفي منه بالفول السوداني زي ما انت بتقول اهو، وفي منه كمان بالفلفل الحلو. كان في زمان كيس شفاف كده، كيس شفاف ده، ساعه ما غيروا الكيس وهم غيروا البتاع. فثلاث حاجات اهو، الواحد بخمسة جنيه تقريبا. بسم الله، جبنه 5 جنيه. بسم الله. حلو شغال. لا حلو حلو. حلو حلو حلو، طعم لذيذ والكيف خفيف. فول سوداني لازم نقول اي حاجه. الريفيو ازاي؟ خد يا باشا، ده الفول السوداني يا باشا اللي انت كنت قايل عليه. ده تخين شويه. ده تخين فعلا. حلو حلو، انا بحبه بصراحه. فلامينكو؟ لا، بحب اللي هو ده. ده احسن من الجبنه بالنسبه لي. هو ملحوظه ان ما شاء الله كيس مايع على الاخر، يعني سبحان مش مفهوش نص هوا الجو ده. حلو، انا عجبني التاني اكتر الصراحه. لا لا عجبني. ماشي، انت فوزني اكتر. نجرب الفلفل الحلو. لا ريحته حلوه، ريحته حلوه قوي. حلو قوي ده. ده احلى واحد فيهم. واو، الفلفل الحلو ده اختراع. حلو قوي. ده رهيب الصراحه، ده اكتر حاجه عجبتني. عجبتك انت برضو؟ ده اكتر حاجه صح. فلامينكو الى الان الصراحه عامل اداء حلو ب 5 جنيه في الغالب باذن الله يعني. واتمنى بس التجار واصحاب السوبر ماركت ما يزودوش علينا، لان هم في حاليا دلوقتي حمله من مش هقول كلمه وحشه، حمله من الغلاء المستقبل. طب ليه بقى؟ جشع. رحت عشان اجيب زيت ميه، قلت له عايز زيت ميه مصريه، قال لي ما فيش. اشرب الحنفيه. والله عظيم النهارده سبحان الله. ندخل بقى على سبادز. طبعا احنا الحاجات الشيبسي دي احنا عملناها حلقه كبيره اصلا، فمعظم الحاجات دي جبناها في الحلقه، بس في حاجات ما جبناهاش تمام، في حاجات ما كناش بنبص لها بهذه العين، وده يفرق كتير قوي. خد بالك، نبدا بسبادز الملح ده، انا بحبه جدا. سبادز الملح ده يعني انا فعلا بجد بحبه. اه قوي 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 يعني. بسم الله. كيس 8 جنيه، كيس بس كيس كبير شويه. اوكي يا عم. حلو حلو وهي حلو حلو، انا بحبه صراحه. ملح موجود تاني، ممكن الطعم التاني يبقى احلى. ده بطعم الليمون، ده اول مره اجربه في حياتي. اوه ده طعم جديد وغريب. بسم الله. حلو الملح احلى. اه هو كويس يعني، او امر حاجه كده الصراحه. امر اشوف هو مش بالشطه والليمون، هو بالليمون يعني. ده غريب جدا بالنسبه لي، تاخد شيبسي بالليمون. الملح احلى. بس حلو مش حلو؟ حلو. الملح عجبني جدا الصراحه، والليمون ده مش بطال يعني، اعتقد محتاج اتعود عليه شويه لحد ما ابدا استصيغ البتاع. عندهم اطعم كتير جدا برضو، ممكن تدوروا عليهم تشوفوهم يعني. بحب منتجاتهم الصراحه. اللي بعده تايجر، بس جايب بقى يعني في منه كذا نوع، يعني مش نوع واحد، في نوع عادي وفي نوع بالتشيب ستيكس. وفي الاكسلنس يعني ما شاء الله فرايتي عليه. ده الطبيعي اللي هو ايه، اللي هو التايجر العادي. العادي ب 5 جنيه
ده بالطماطم عامل كده. انا بعمل بالطماطم. اه الكلام وبقى احنا برضو مش بنقارن، فالموضوع ايه بيختصر. حلو قوي، مش بيختصر على على البرودكت دايركت على طول، مش بنشوف بقى مين احلى من ايه، بس هو بشكل عام كويس. احنا غيرنا المكان اللي جيب منه الشيبسي، فجينا اخر مره لما جبنا الشيبسي ضربناه كل الحلقه، جبنا من كذا مكان بقى مختلف خالص بقى. ده جدا جامد الصراحه. الاكسلنس هنشوفه ده اوان بالسويت شيلي. بص بقى اكسل بقى ايه، تلاقي بقى الشيبسي الشيبسيه بص عامله ازاي وريحتها قويه. بسم الله بسم الله. ده بقى ضعف الثمن ب 10 جنيه. تحسه ماشي، تحسه مش شيبسي، تحسه ايه بقى مش محمص كده. مش محمص جميل. عجبك ده اكتر؟ عجبني ده. انا بميل برضو للطبيعه. الطبيعه الحاجات الطبيعيه البسيطه البسيطه الطبيعيه. انت بتاكل نعناع قصدي حاجات بتاعت زمان. ده اللي احنا بنقول عليه لما دي اختراعات جديده. بس انا لا ده يعني حاسه اوفر، مش لذيذ يعني. هو كويس لو اكلته ما اتضايقش، بس مش اقولش نفسي اكله. طب شوف بقى النوع الجديد ده، 30% اقل فات وجلوتين فري. ده كلام معلومه مهمه جدا. ده بالخل البلسمي والخل البلسمي ده جميل، ملح البحر. اتفضل يا باشا. بسم الله. ده برضو ب 10 جنيه. سمسم بس ده احسن من ده كمان. هو ده زي كده، شايفينه زي كده. ده احسن من ده وده احسن من هما الاثنين. ده حاسه نفس خامه الاكسلنس بالظبط. هنجرب التشيلي توميتو. هو برضو عجبني التشيلي توميتو ده، الطعم نفسه. لكن لو هنا لو في ده برضو القوام الجامد التقيل ده الصراحه مش مستصيغه قوي. هو ده ثم ده ثم ده ثم ده الصراحه احلاهم وارخصهم. ده ممكن يبقى انضف شويه، الاثنين دول يعني حاجه كلاسي اكتر مثلا، ولكن مش حاسس قوي يعني الموضوع. ماشي نروح اللي بعده. جاكوار. طبعا انا نسيت اقول، مش عارف نسيت اقول الكلام ده، ان اصلا سالتكم على الانستجرام ايه المنتجات المصريه اللي حابيني اجيبها يعني. فكان من اكتر الحاجات اللي ذكرت الجاكوار. والله الكيس ده ب 5 جنيه. اول مره اشوف. اديك يا باشا عرفت حاجه جديده اهو. في نبدا بالجبنه. اتفضل يا باشا. بسم الله. حلوه قوي. الكيس ده عجبني اكتر من فلامينكو. حلوه قوي، طعمه حلو ومركز. جامد. حلو قوي. حلو. شوف شوف الحلو يا حلو. هو ده شكل مختلف. عامل زي بص الصوابع. طعمين هاي كده. جبنه احلى بس هو حلو، بس مش بطل برضه. جاكوار الصراحه حلو لذيذ. لا انا حاسس محتاج يعني اجرب كل اطعمه تانية اصلا. الحاجات دي احنا عرفنا نوصل لها. بقى في شورتج دلوقتي في المنتجات. ما اعرفش ايه المشكله دي يعني. احنا لما تجينا فرصه ان احنا نقدر نخش السوق نعمل احتكار لل وما نطلعش الحاجات. والله بزعل والله. ده بالكاتشب شكله مختلف برضه في الغالب. شكله مختلف فعلا، بس شبه الفشار. بسم الله. ده هش قوي بس طعمه ضعيف. بس اللي ده وده احلى بكتير. الطعم ضعيف قوي. منتجات الطعم تبقى اقوى يعني. طعم الجبنه هنا خطير قوي قوي قوي. الجبنه ده الصراحه يا جدعان يعني مرعب، لازم تجربوه معايا. حلو. هو فلامينكو الجبنه ده. جاكوار. جاكوار احلى. جاكوار بصراحه. ميتو فوكس 5 جنيه. الفوكس قديم. طماطم كرينكل. طعم الشطه والليمون. ده النوع بتاعه، عامل نوع يعني شيبسي او شيبسي اللي هو ده بالطماطم. بس ده داخل له هواء طري، هو كان منفوخ صراحه مش مقرمش خالص، وتحس داخل له هواء كده مش حلو. طب ما نشوف ده ممكن يبقى عارف قصه. افتح يا باشا. يا رب يبقى ده احلى. ده اول مره اجربه ده. اتفضل. ثانك يو. بسم الله. حلو ده. ده برضه 5 جنيه برضه. ده حلو قوي ده يا جدعان. عجبك؟ ده بس ده ممكن عشان يكون ده الله جبنه بشار فان داي. طعم الجبنه طري برضو، بس كويس الشغل. لا مش طري. طري بس طعم حلو. طعم الجبنه حلو قوي. مش عاجبك؟ مش حلو كده. انا عجبني الصراحه. هو طري زي ما انت بتقول، بس طعم حلو قوي صراحه يعني. ضحكنيش دلوقتي عشان بس ايه ماسك نفسه بالعافيه. الواحد ملوش نفس يضحك والله. انا ما اعرفش في اطعم ثانيه ولا لا، بس لو في اطعم ثانيه انا محتاج اجرب منه اطعم ثانيه الصراحه. هو كاتب اهو متوفر ايضا بنكهات طريه ملح وباربيكيو وشطه وليمون وبيتزا، بس مش موجود. ما لقيناش وقتها بقى يعني. احنا وقتها كنا ممكن بندور ما لقينا كده. بيك شيبس. انا فاكر كنت جبته قبل كده في الحلقه ومش عارف ما عجبنيش قوي تقريبا. هنشوف دلوقتي. ده ب 10 جنيه.
دوري. حاسه محروق، حاسه مسكر، حاسه في حاجه محروقه، في طعم شياط، حاسه في سكر. لا لا مش عايز تاني. حلو مش حلو. ليه ليه بس تسربط طعم ايه؟ بالخل البلسمي والسي سي عشان كده. عشان كده ايه؟ عشان كده خلي البلسمي مخليه مسكر. انت عسل والله العظيم. ماشي رايك. قول يا باشا رايك بقى. هو خلي البلسمي فين عامل جول؟ انا اول مره استعمل المصطلح ده. ما عجبناش الصراحه قوي. ما عجبناش. لا حلو متهيألي ده كويس. بروتين بافس ده يعني ده بروتين بالطعم الجبنه 8 جرام بروتين. يا رب يكونوا صادقين. هجرب كده. ده بافس بس فيه بروتين. يا رب يبقى حلو. حاجه صحية بقى شويه كده بقى حاجه جيمويه بقى. قاسي قوي. هو انا جالي كده كم كالوريز مثلا؟ جالك كم كالوري؟ انا باجي هنا ازود الكالوري يا معلم. ده الكلام والله لذيذ. اه عجبني. حاسس انا باكل بفص بس بمعجنات يعني. في يعني ايه بفص؟ هو اللي هي الحاجات الهشيه دي زي فيتامين كده. اسمه بفص. بفص. حلو. انا عجبني صراحه. عجبني بس عايز اخد طعم بيتزا شويه. مفيش منه حاجه ثانيه؟ اه هندور عليه. من اكتر الحاجات اللي عجبتني خلي بالك ده. خلاص ده تاخده وانت ماشي. براند اسمه البينو. البينو البينو شبه البرينجلز قوي. المفروض ده مصري. تعال نجرب الاول بطعم الطماطم. ده شيبسي. ايه ده ايه ده ده ايه ده تعمل كده ليه؟ كنت متوقع يبقى شكله مهندم بس هو طلع بصوا شيبسي يعني. في شيبسي يعني تحسه في كيس شيبسي عادي بس هو عباه في الطويل ده. فاهمين قصدي؟ 78 جنيه. بكام؟ 78 جنيه. 78 جنيه يا ابني. الجوج راح من مره. لا 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 ده مصري. متاكد ان مصري؟ انا مصري. ده مصري بجد. ARE دي ARE صنع في مصر. والله احمد اخويا بيقول ان ده معناه صنع في مصر. ما اعرفش ده يعني جابوا الكلام ده منين. مش طبعا الطعم ده مش حلو الصراحه. فايه بص هو ولا الباكجنج حلو ولا الطعم حلو ولا السعر حلو. يعني انا كان نفسي يعني جيب بوينت في حاجه واحده. وايت زين حلو. يلا ربنا معاهم. لا بس انا اقول لك حاجه. ممكن الموضوع يتطور بشكل تاني وياخد شكل تاني ويبقى جامد يعني. ده مش بس كويس ان هو عامل العلب. كويس ان هو عامل العلب. ده اسمه كرانشي تشيز. ده عامل زي الشيتوس كده تقريبا. هنجرب كده. ده 32 جنيه ونص. كتير قوي. كتير. لا احمد هو ده من نفس المكان الوحش اللي بنجيب منه؟ طب ما نبص على مدرسة الصراحة. لا بقول لك ايه؟ حد كده؟ قفلنا على كده؟ 100 ده اخر واحد معانا اسمه بالانس. مكتوب فيه بروتين. ده طعم الساور كريم والاونيون. غني بالبروتين والفايبر يعني. يعني هو هيلثي. اتفضل. ماشي. بسم الله. بسم الله. ولا احلى منه. ولا احلى بس ده حلو. لذيذ. حلو؟ 10 جنيه. ده بكام؟ ده صدمني التاني ده. البانكو ده تمام. بالانس حلو. اذا كانت واحده محروقه يا ريت بس يبقى فيه طعم واحد عشان في حاجه اتحرقت منهم. بس ديزاين حلو. شغل نظيف الصراحه. المنتج لحد ما كويس مش خارق. معقول تمام. برضو ريتكم معانا في الحته دي كده. احنا كده ايه؟ اصبر بس انت ايه اكتر حاجه عجبتك بصراحه؟ ايه الحاجه اللي انت تقول انا هات لي ده؟ ده حلو. ده عجبك اكتر حاجه عجبتك؟ اكتر حاجه عجبتك ما قلت لك ده اخد معايا. فزت انت بالموضوع ده. انا صراحه اكتر حاجه شدتني جدا الجاجوار بالجبنه ده الصراحه عجبني قوي. والليمون ده بتاع سبوت ده الصراحه هو مش خارق بس جديد عليا قوي فبرضه محتاج استكشفه اكتر. كده خلص الشيبسي. نروح اللي بعده. نشرب بقى اللي بعده. ندخل على المشروبات. تقريبا الحاجات دي كلها الا سبيس وايتس بس الحاجات دي مره اجربها في حياتي فدي برضو تبقى بالنسبه لي حاجه حلوه الصراحه. تقريبا بنبدا بايه؟ خلي سبيس على جنب عشان هي واخده الهايب دلوقتي كلها. سبيس وايتس سبيس فين اهي هي دي. سيبها على جنب دلوقتي. ما شاء الله مشهوره. بيبيعوا كمان مخدرات دلوقتي. ليه بقى؟ ما فهمش. نبدا بفي. كده كده ده براند اسمه في 7. اوكي عجبني قوي البراندنج بتاعهم. حلو قوي الصراحه. شيك يعني. صارفين حلو قوي الصراحه. صارفين حلو قوي. وعجبني قوي فكره برضو البلاستيك اللي فوق ده عشان يعني انا في الطبيعي لما بجيب كنزه او كده بغسلها كويس قوي قبل ما اشربها عشان دي طعم بتتمرمط. فدي برضو يكون هو بيقفلها هنا كده بيحميها. وممكن مش عارف بقى ده عشان تحفظ صودها او لا. تعال نبدا بالليمون. نفتح كده بسم الله. الله لا في صوبه حلوه قوي. نيجي بس لفكره السعر. دي سعرها انا جبتها ب 14 جنيه. هي المفروض كانت بتتباع انا ما عملت السيرش ب 10 جنيه وزودوها ل 14. في اماكن بتبيعها ب 12 كخاص بس هو في ناس اصلا كانت بتشتريها ب 10. مش عارف هم زودوا مثلا من 10 ل 12 بصراحه. الموضوع ده ما انا بص انا مش قادر اعرف. انا مستغرب حاجه. كل ما الحاجه يبقى عليها طلب سعرها يزيد. ما هو همشي بقى. السياسه دي مقصوده؟ ايوه. ما هو ده غير مقصوده. لما المعروض بيقل والطلب
الطلب بيزيد. الطلب بيزيد بس دوت المفروض يعني في السوق المصري ان هو دوت يقلل سعره ما يزودوش. حلو قوي الصودا محترمة الصراحة دي بتاعتنا. اضرب كده يا باشا. بسم الله. يعني ضعيف قوي. ضعيف. الصودا مش لازعه. مفيش لزعان في الصودا. هي شغاله كتير. لا خلصها. خلصها لازم اخلصها عشان اضيف لك. انا بقى اضيف لك دوت شغاله. طرتش كتير. حاضر. شفتها كتير. حاضر. حلوه يا وحشه؟ لا ضعيفه. حلوه يا وحشه؟ مش عايز اقول على اي حاجه مصريه وحشه. لا يا حبيبي قول يا حبيبي. لا 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 ما تزعلش. ايه المشكله يعني؟ لا قول يا حبيبي عادي. ايه المشكله؟ لا نقول ضعيفه عشان هم يحسنوا من نفسهم. عادي. حلوه يا وحشه؟ وحشه. متوسط. بتدمرنا قدام الناس. طعم ده مش حلو. تعال نجرب ايه؟ نجرب انس. لا خلينا في ال. هي عايز ايه؟ بينا كولادة. ماشي بينا كولادة. بس انا عايز اجرب انا. عيش الايه؟ الانتعاش. مش الانتعاش عشان ممكن ما تعجبنيش فما اشربش كتير. بسم الله. الصودا ضعيفة. صح؟ الصودا بقت جامدة الصراحة. الطعم حلو. الطعم حلو. طعم بينا كولادة. بينا كولادة فعلا. طعمها قوي ومركز. نفس كم الليمون. بس الصودا محتاجين صودا. تديها كم من 10 يعني؟ ما بحبش ادي ارقام ولكن ممكن اديها 5. من 10؟ لذيذة. يعني الطعم ده عجبني اكتر من الليمون الصراحة. بس احنا بنشجع المنتج المصري جدا جدا جدا. انا بشجع المنتج المصري بشكل ما يعني كعمر. ده ما يكون جامد. يعني انا لا مش حتى لو مش جامد احنا ماشي احنا عايزين ينجح. هنزقه. لحد ما بس انا ما بحبش فكرة بس انا اللي هو يلا مش لا لا بس نزق يعني نزق يا باشا. ما احنا بننتقد عشان نطلع الحاجه الحلوه. ندخل في الرمان. هو كده كده خلاص الموضوع هيبقى ايه يعني معروف. بس تعال نجرب الاطباق برده. بينا كده صراحه عجبني قوي. بينا كده ده جديد حلو. طب مش عجباني. انا عجبتني الصراحه. لا الاطعم عجباني قوي يعني. بينا كده الصراحه فاجئتني والرمان فاجئني كطعم. السودا ضعيفه برده بس طعمها حلو قوي. شابوه على الاطعم. شابوه 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 يعني. بلو بيري. ايش ايه الانتعاش مع الجودة. اوه يا ازراكيتا. يلا ايش ايه. بسم الله. الانتعاش عجبتك؟ كنا بالدواء بتاع زمان. بالدواء؟ هو شجع المنتج المصري. مش قصدي ما عشان لو نزلها ده يعني. هو ده مش وحش بالنسبه لي. بس هو اضعف طعم جالي الى الان بصراحه. ما فيش حاجه عجبتني فيهم الصراحه. عجبتك فيهم خالص. بعد الحلقه نتفاهم معاهم. هنجرب الاناناس. ودينا في داهيه. ده ايه ده؟ هي دي شكلها مختلف اصلا. شكلها يعني بريميوم اكتر. اقوى. نجرب. بس انت عايز تخلص منها؟ شبه فيروز. بس دي فيها شعير بقى. ما هو شبه فيروز. عجباني بقى. دي احلى واحدة فعلا. عجباني قوي. بالنسبة لي دي احلاهم. عجبتك؟ عجبتك. مش عارف الـ 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 النوع ده عندهم في منه كذا طعم ولا لا. بس ده احلاهم الصراحة. Very good. حلو. خلصنا كده من V7. ندخل على اللي بعده؟ اللي بعده. انت بتنام ولا ايه؟ صح. مشاريب بتنايم. ده بقى منتج اسمه سنابس. تمام؟ في منه بالتفاح وبالخوخ وبال الاناناس. شعير طبيعي خالي من الكحول. بس بس. شعير فعلا. عامل زي البريل. حلو. لذيذ. هو ده مش ما يعتبرش صودا او مش مياه غازيه. انا بحب الشعير اصلا. انا مش مايل ليه قوي بس لذيذ الصراحه. هو مشكلته ان هو مش بيبانش. هو براند شعير وعامل كميه كبيره برده. ده احنا كده ب 11 جنيه ونص. يعني ده ينافس مثلا فيروز؟ لا بينافس الشعريات. خوخ؟ اتفضل يا باشا. بس انا سرحت. ما تزودش. والله سرحت معلش. انا كده هزيد وزن. هيزيد عمور. حلوه. حلوه مش مسكره قوي. مش عارف ده ميزه حلوه ولا وحشه بس مش مسكره قوي. حلو قوي الصراحه. سنابس الخوخ ده الصراحه حلو. التفاح كويس معقول بس دي الخوخ حلو. حلو قوي. هو مش مسكر قوي فما يجزعكش. من غير بقى ناس. بس 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 زي التفاح بالنسبه لي. لا الخوخ احلى واحد. الخوخ الصراحه يا جدعان رهيبه. سنابس الخوخ دي حلو قوي الصراحه. مظبوطه وطعمها حلو. صح صح. ده بقى مشروب اسمه خزنه. ما اعرفش مصري ولا مش مصري صراحه. شكله شربات ده. بس هو المفروض مشروب غازي طعم الفواكه. المفروض هو مصري. ده برضو اي ار اي برضو مش عارف ايه. ايه ده؟ انا مفيش صودا اصلا. ايه ده يا عم ده؟ اشرب. لازم اشرب؟ ايوه لازم اشرب. حلو؟ انت بتعمل فيها ليه كده؟ طعمها شبه ايه؟ معرفش. اجرب. اضرب تاني. امسك احمد كده اشرب كده. طعمها شبه ايه؟ غوار. لوليتا. نفس الطعم بالظبط بس هو لا يقرب لاي شيء لا قريب ولا بعيد من ممكن اغسل الكوبايه بقى. اشربها. لا مش هشرب تاني. ليه؟ مش هقدر. شجع المنتج الغواري.
ندخل بقى على سبيروس باتس اللي عامل حاليا قلبان في السوق المصري، مشروب اللي فيه شعاره تقريبا النحله. الموضوع انا عارفها من زمان جدا، بس هي كانت مختفيه بلا فتره وبقت تظهر تاني. هو المفروض كان سعرها الرسمي 7 جنيه تمام، ولكن التجار بقى فيه بيبيعها ب 10 واللي بيبيعها ب 14 والله يس يس للاسف يعني. هو مش بتلاقيهاش كمان في اطعم ثانيه، ما بنعرفش نجيبها، فده اللي عرفنا نجيبه للدرجه دي. الدرجه دي هذا هو جشع التجار. تعال نفتح نجرب طعم التفاح الاحمر. المفروض دي هتبقى هي مكتسحه في الحلقه في المشروبات يعني. مش كتير برضو، مش كتير، بس تفاح احمر. تفاح احمر ايه بقى؟ انا كده ماليش في الصودا اصلا، المشروبات الغازيه ماليش فيها، حورش ماليش فيها والله. حلوه مش حلوه يعني؟ وصل بصراحه يعني اكدب. هو ده المطلوب يا ابني، هو ده المطلوب، تقول رايك بكل صراحه. والله وصل، بس انا ماليش كده كده في المشروبات الغازيه، انا بشربها عشان خاطر عمور بس وخلاص وخلاص. في هنا بالعنب اليوناني، انا الصراحه التفاح الاحمر ده عشان نسيت اقول رايي، ما اعرفش ليه كنت فاكرها زمان كانت بتبقى ازاز يعني، كان زمان كانت ازاز قوي، بس لما جم عملوا ليها تجديد وكده رجعت بلاستيك. الطعم لحد ما كويس، الصودا لزع شويه احسن من في 7 صراحة، ولكن برضو محتاجة تبقى أقوى شوية. حد اللي حاسه كلا زعان تمام. تعال نجرب عنب اليوناني. عنب اليوناني على هنا على طول، ما اعرفش ليه عنب يوناني. هو في عنب يوناني وعنب مش يوناني؟ بس هو لونه عاجبني بصراحة، هو جميل صراحة. انا بقى عندي قناعة ان اي حاجة ملونة طعمها غريب. ده مش ما عجبنيش قوي. التفاح الاحمر احلى منه بكتير الصراحه. تعال بقى نجرب الليموناده دي بقى، اللي هي شبه سبرايت و7 اب والحاجات دي. دي المفروض اللي هي كانت يعني ده اعتقد هي ده الشعار بتاعها، او ده البراندنج بتاعها بنسبه كبيره يعني. سمعت الشوتش دي؟ سمعت. بس 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 بس, بس. بسم الله. دي احلى واحده فيهم. الله صح. دي حلوه، ليموناده عامله زي سبرايت بالظبط. دي خطيره الصراحه، دي مظبوطه، طعمها حلو، دي طعمها جامد جدا. دي تجاب وش الليموناده اللي هي لونها اخضر، ده اللي انا دي اللي اعرفها من زمان اصلا. دي انا اول ما تيجي في دماغي سبيس هو ده الشكل اللي بيجي في دماغي على طول بالطعم ده الصراحه، فدي تمام. ندخل بقى على الشوكولاتات والحاجات الحلوه. جاهز ناكل كل ده؟ يلا بينا ناخدهم براند. نبدا بكرونا. مش عارف انا شدتني كرونا. بيقول لك من 1919. دي لايت شوكليت، نو اد شوجر يعني، ما فيش سكر. حلوه اللايت. شفت بحبك ازاي؟ ناخد اوتوم. ايوه بسم الله. ايه اللي بعده؟ مش حلو؟ لا اللي بعده يعني كويس. حلوه او مش حلوه؟ نص نص. ما عجبنيش قوي الصراحه، بتمط في البق كده، بس هي طعمها مسكر مع انها ما فيهاش سكر، فدي حاجه حلوه. فالناس اللي ريجيم وكده ده طبعا بنزلهم دي هتبقى يعني بس حلوه. لا مازن ما دخلش جسمه سكر اصلا، ده بنزلها هيبقى طعم حلو قوي الصراحه وهيكيفوا منه. تعالوا نجرب كورونا دارك شوكليت هيزل نات. دي بقى موجوده ب 25 جنيه، بس دي دارك بقى. بص دي بقى يا دارك، قد الدارك. بسم الله بسم الله. دي دارك حلوه. حلوه محتاجه بس مكسرت اكتر شويه. بص ايديكوا يعني لو سمحتوا زودوا بندق. ممكن نروح على الكورونا اكسترا ميلك. انا عايز اقول حاجه، الفتره دي فرصه كويسه جدا لكل البراندات ان هي تطور من نفسها وتهتم بالجوده بتاعتها بكل المنتجات بتاعتها، مش يقللوا الجوده. ليه البندق اجوده؟ ما ينفعش. بستغرب، فرصه كويسه والله. صح ولا غلط؟ بيقللوا البندق اجوده. بيقللوا البندق. بسم الله. دي احلى واحدة. عشان اكسترا ميلك دي توب. فيري 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 جود. دي اكسترا ميلك خطيرة. مش عايز تسمع رأيي؟ قول يا باشا. دي حلوة. عاملين بقى منتج اسمه بيمبو. تعال نجرب بسكوت بالشوكولاتة كده. بس مش هناكلها كلها. ايوه يا سيمبا ناكل دي. لا نقسمها دي بقى. ايوه كده صح كده. عايز يدمرني. نو عجبني انا البسكوت ده. عجبك؟ بحب البسكوت بالشوكولاته. انا ما عجبنيش خالص، عجب جوده. انا نو. تعال نشوف الشوكو ماكس ده. نشوفه ده. هو الشوكولاته اكتر. ده من جوه بسكوت شوكولاته اصلا، هشه قوي. نو. بحب انا البسكوت ده. عجبك؟ انت يس؟ انت بتنام ليه؟ لا ده انا تمام اهو. ما عجبنيش بيمبو الصراحه، بس عجب جوده. فده ده تعارض في الاراء واختلاف اذواق، فده طبيعي يعني. ده ب 4 جنيه هو صاحبه الاب. كده خلصنا حاجات كورونا اللي عرفنا نجيبها، ما اعرفش حاجات ثانيه ولا لا، بس ممكن في حاجات ثانيه طبعا اكيد. ده عرفنا نوصله دلوقتي. تعال نجرب كوكو لافرز. جبنا من عندهم حاجات كتيره يعني. بص في كميه مهوله. ده زي بار يعني، في شوكولاته، في مكسرات وحاجات ده بينا باتر وكراميل. في بسكوت كده وفي كراميل وحركات.
ده ب 10 جنيه حلو. انا مش عاجبني ولا انا حاسه قوي على البروتين بار، ولا هو شوكولاته ولا هو حاجه تيستي قوي، ولا ان هو حاجه مفيده قوي. مش عاجبني، مش كريسبي كريسبي يعني، برضو ضعيف قوي. نو ده كاكاو بالبسكوت والكراميل وكل حاجات كتير في بعض. هو احنا نقدر نكمل الحاجات دي يا باشا؟ نقدر يا باشا باذن الله. شجع المنتج المصري برضو ضعيف مش حلو. هو ممكن يكون ده ذوق ناس تانية، بس احنا مش ذوقنا في في البسكوت ده. الشركة واضح ان هي ايه يعني، دي شركة ايه؟ هي شركة دي ما بتكلم فيها، ما هي هي دي. انا مشتاق نجرب دي، نجرب دي على طول. ده بقى ويفر عندهم، هنجربه كده. نقسم دي بقى عشان حلو ده. سنة حاجة محروقة، انت مش شايف اللون؟ يعني احلى من فتره بكتير، حاسس ان انا يعني مستصيغه. ده حلو كفايه الشركه دي. ندخل بقى على الشركه دي. الشركه بتعمل شوكولاتات باشكال يعني اشكالها ما شاء الله زينا، حلوه قوي قوي محترمه قوي. سبادي سباسيتو، تعال نجرب دي. ده بالكوكونات. الشركه دي يعني مؤخرا انتشرت قوي، بس انا عمري ما جربتها برده. جرب البار ده 46 جنيه، مش رخيص ولكن لو في كواليتي حلوه خلاص. تمام يا سيدي. نظيفه قوي. عجبتك؟ حلوه قوي. وايت شوكليت دي بكوكونات حلوه قوي 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 قوي. عمود ادوخ حلو قوي. خطيره. نجرب دي مانجو بالمانجا. طبعا في عندهم انواع كتيره طبعا، هنحاول نجيب لنا حاجات قليله شويه عشان برضو ايه، بس المانجا بسم الله مش لايقه، بس يعني نظيفه يعني. طعم الشوكولاته محترم صراحه. لا المانجا حاسه هيجي منها بس يجي منها يجي منها يعني، في توازن بسيط. دي بقى بايه بقى؟ مقرمشات. بس حاسس دي ممكن تبقى كويسه. جامده دي، حلوه اسكوت حلوه قوي. هي وكوكونات الصراحه حلوه حلوه يعني، حلوه قوي الشوكولاته دي الصراحه. انا مبهور. حلوه قوي، حلوه حلوه يعني حلوه. انا هبقى اطلبها الصراحه. شكرا، ما بنحاجه حلوه الصراحه. جبنا شاي من غير سكر عشان التجزيع، التجزيع صعب الصراحه. شكرا يا عمور. بص انا يعني في حاجات انا شايف ان احنا مش محتاجين نجربها قوي، لان هي يعني ايه في دمنا. اللي هو هز يا سلام، نعملين واحد بالفراوله، بالفراوله وواحد تقريبا بالشوكولاته، بالشوكولاته والكريمه. انا ما اعرفش الفرق بينهم. كله بس هو كده هوز نفس الحاجه. فاحنا مش محتاجين نجرب هوز، ان هوز انا بشوف ان هو منتج مصري اصيل رهيب جامد، مش محتاجين نتكلم عليه. انا بحب، ما اعتقدش في مصر بيحبوش. الكبير ده ب5 جنيه دلوقتي، والصغيرين دول ب3 جنيه. تمام، لو انت بتدور يعني على حاجه مصريه يعني، هو ده وش هيعجبك. انا عارف اقول لك ايه، وزيهم زي فريسكا بالظبط. الفريسكا الصراحه برده منتج مصري اصيل رهيب خطير، مش محتاجين نتكلم عنه. انا حبيت بس احنا عايزين نجرب الحاجات اللي احنا عايزين يعني ايه. طب وتوينكز نفس الموضوع. توينكز بقى يا سلام، احنا نتكلم في حاجه يعني من بس توينكز لازم يتجرب. ليه؟ عشان هو توينكز. اي كلام. في واحد بالكريمه وفي واحد بالفراوله. امسك يا باشا اتفضل. الله، ما كنتش عارف اصلا مصري، ما كنتش عارف. بسم الله. اتمنى في الاخر يطلع مصري. ماشي من مصر مش مصري يعني، ماشي كده وحش. حلوه؟ اه لذيذه. نو كومنت، نو كومنت. توينكز رهيب. حاليا عامله 5 جنيه. تصدق انا الاسعار الحاجات دي كلها انا اخر مره كنت فاكرها كان بجنيه توينكز. خلاص بقى الموضوع. والله واحد اشترى بكام العربيه دلوقتي موجوده؟ اه زادت خلاص. تعرف قد ايه؟ كام في المية زيادة؟ 300%. طب خلاص بقى بتقولي بتنكس يا راجل. تودو بومب وبراوني. تعال نجرب البومب. الواحد فيهم 7 جنيه. ايه ده، متاكل منها دي ولا ايه؟ جوه جوه. اتفضل. لو حد بيعبيها مثلا انا في المطعم. خلاص محطة. كانت جوه يا عم. الله، هي نفس الشركة. حلوة قوي. جميلة. بصراحة يعني الشركة نفس شركة الهوز ونفس شركة التوينكيز، فالشركة نفسها ايه؟ لا تعمل منتجات الصراحة حلوة قوي. براونز كده جامدة. فخلاص كتاكيتو. كتاكيتو دي الصراحة أنا بعشقها. أنت جربتها قبل كده؟ نعم. أول مرة أشوفها بصراحة. إيه؟ أه والله العظيم. كتاكيتو؟ كتاكيتو يا ابني. يا ابني دي زيها زي العروسة بالظبط. حاجة حلوة يعني. أنا بعشقها طبعًا من زمان. يا ابني دي خطيرة كتاكيتو دي، أنا بعشقها يعني. إزاي ما تعرفهاش؟ والله ما أعرف. طب أنا ما كنتش أفتحها، بس أفتحها عشانك أنت. ما خليك. طب سيبالي أخدها معانا البيت. تدوقها بقى عشان ما تدوقها. أنا باكلها كتير قوي كتاكيتو دي. امسك. طب أنت مش هتدوق؟ يا ابني بقول لك حافظها. آه. آه إيه؟ بسكوت أنا بحسبه شوكولاتة. إيه الكلام؟ تعجبك؟ تعجبني. حلوة وحشة؟ عادية. متوسطة بالنسبة لك. أنا
بقى دي ب 10 جنيه بس بصراحه ما عجبتنيش عشان سعرها عالي. لا هي طعمها ما عجبنيش. ما عجبكش اصلا كتاكيتو خالص؟ كتاكيتو ما عجبتكش؟ انا عجبتني قوي الصراحه. لا اتمنى ترخص والله عشان بس الموضوع. بس هي حلوه. العبد عامل كوكيز ده منتج مصري اصيل جامد رهيب مش محتاج يعني نتكلم عنه كتير ولا محتاج نجربه. انا عايز بقى ادخل على ده الشركه دي انا كمارا اسمها كمارا عامل حاجه منتج زي الهوس كده والتوينكيز وبتاع. تعال نجرب. هنجربهم كلهم. نبدأ بالفانيليا. عباره عن قطعتين. ايه ده صغيره دي كده فاكرها اكبر من كده الصراحه. بس دي 5.5 كلها سام فرولة. اللي بعده اللي بعده شغل كونكيز احلى الصراحه صح كتير. مين قال الشوكولاته غير الشوكولاته؟ لا ليه كفايه بقى صدعت. انت كده بتركب دايري. ماشي اسمها كمارا. بص دي شبه الهوز. الهوز طعم موتش. دي 3 جنيه بسم الله والله حلو. انا عشان بحب الفراوله هي دي الفراوله بتاعتها حلوه. لا قوه الا بالله. دوق يا احمد. دوق صراحه جودة وحشه قوي. انا يا جدعان دي ما عجبتنيش تماما. انت عجبتك خلاص. انت عجبتك. ايوه عجبتني. انا ما عجبتنيش. نجرب الشوكولاته. في شوكولاته هنا نبص عليها. دي اخر واحده. اخر واحده. تعبت جودة ولا ايه؟ والله العظيم تعبت. اصبر في حالك. انا انت ضعيف في الفتح. ده ضعيف في الفتح. مش هم اللي عاملين حاجه ما تفتحش. امور جودة. اللي بعده اللي بعده. دي حلوه بقى. والله حلوه اقسم بالله حلوه. انت يا ابني انت عكسي ليه؟ عشان ذوق غيرك. انا ذوقنا ولا انا ذوقي بايظ ولا انت اللي بايظ؟ يا ابني لا دي احلى بكتير. الشوكولاته دي احلى بكتير الصراحه واقرب للهوز قوي الصراحه. ما عجبتنيش. لا ما عجبتني قوي. احنا ما فيش احنا كل واحد بيقول حاجه غير التاني. نروح بقى اللي بعده. ايه رايك يا جوده؟ باقي الحاجات دي بقى جاهز؟ نجرب بقى خلاص. ايه؟ خلاص انا مش قادر فل. انا فل. انت جاي متعذبني؟ لا يا عم اخر حاجه خالص بقى. دول هنجربهم في البيت مع نفسينا. بص جايب لك تكتك ماكن تشيز ودومتي تمام وجايب لك بينا باتر حاجة عرفه مولتوبيلا دي بقى شبه النوتيلا. ايه رايك؟ يلا بينا يلا بينا هنجرب فعلا. ما احنا عارفين ده. احنا عايزين نجرب الحاجات اللي ما جربناهاش قبل كده. ما هو دي جديده. دي ده دومتي جبنه كريمي بطعم البرجر والمشروب. تعالى دوته قبل كده. عايز ياكله يروح يجيبه من السوبر ماركت ويجربه. طب ندوقه بس. ده ب 10 جنيه تخيل. بص ساندوتش. بص عامل ازاي؟ ريحته حلوه قوي والله. بص والله العظيم محترم جدا. بص عامل ازاي؟ ريحته حلوه بس انا مش قادر. طب جرب كده. بسم الله. حلو؟ حلو ولا مش حلو؟ ماليش في ال ماكش في ايه؟ الحاجات دي. ايه الحاجات دي؟ مولت وال ماكش في دومتي يعني ولا ماكش في ايه؟ ماليش في ال اسمه ايه ده؟ الباتيه. ماليش في الباتيهات. اسمه الباتيه ده؟ حلو وحش؟ والله شغال كويس يعني ماشي بس انا ماليش فيه. ماشي كل سنه عن رايي انا. ايوه رأي انا امسك عن رايي. انت شويه كلمه وحشه بقى. يعني ايه الحلقه هنا عشان جوده فصل من هنا. في عندنا هنا مولتوبيلا زبده فول سوداني من حاجة عرفه. حاجه عرفه بيقولوا كويس. مين اللي بيقول؟ معرفش. سمعت من مين؟ من الناس صحابي. وده نسكافيه سبريد برده. ده اسرع مره اشوفه الصراحه. ودومتي طبعا بكل بقى انواعها واشكالها. و كاند تشيز تيك تيك. بص شفت المنتجات المصريه قد ايه جبناها في الحلقه. يا رب تبقى مصريه كلها اصلا. بس يعني بص كميه منتجات عامله ازاي. هي بس ينقصنا ان احنا يعني نظبط كواليتي اكتر في حاجات. حتى لو في حاجات ممكن تقل شويه في السعر بسيط او يعملوا خط انتاج تاني مثلا باسم تاني او هو هي موضوع جامد جدا. بس هو لما الانتاج لما الجوده تتظبط الطلب هيزيد فالبروفيت هيزيد. مستبشر خير ان الموضوع يبقى احسن باذن الله. باذن الله الموضوع يبقى احسن ويا رب العرب ترخص. العربيات اتمنى بقى. احنا دلوقتي اتمنى مال العربيات. قولي رايكم في الحلقه وقول لي حابين نعمل منتجات ثانيه. بقى في حاجات ثانيه لسه ما جبناهاش ممكن نجيبها فاقترحوا برده في الكومنتات تحت. مش هجيب جوده ما تخافوش يعني. جوده خاص تعب مننا مش هنجيبه كفايه عليه كده. وبفكر اعمل برده يعني مش بس حاجات سوبر ماركت. ممكن كمان نعمل حاجات للمطاعم بس لسه مش عارف ممكن هتعمل ازاي او كده فهنشوف يعني. بس وطبعا كلنا لو شجعنا المنتج بتاع بلدنا اقتصادنا هيبقى اقوى بكثير جدا. ودي رساله انا عايز اقولها من قناه عمرو الشريف بعد اذنك يعني. بس كده لغرض الحلقه. لايك وشير وسبسكرايب وحافظوا على الانستغرام. بس كده معاكم عمرو الشريف و جودة بهجت من قناه عمرو الشريف. وسلام.